بحيرة ينبوع، راح نعرف أنه هذا المؤشر يطينا على وصول الملوثات إلى هذه المنطقة. هناك تعريف فرق بين البيولوجيكال أو الميكروبيال إنديكيتر أو البوليوشن إنديكيتر، وكو مصطلح بايو ماركرز، وكو فرق بيناتهم. إذا صادفكم هذا الفرق بيناتهم، البايو إنديكيتر أو الميكروبيال إنديكيتر نفس الشيء الحيوي، يعني مثلا نشوف مثلا بكتيريا اللي شريشة كولاي في البحر أو في الينبوع أو ستريم جدول أو أي مكان من الوحدات البيئية، تعني وصول ملوثات الإنسان، لأن الشريشة كولاي هي إنتيروبكترياسي موجودة في أمعاء الإنسان، فمصدرها أمعاء الإنسان، بمعنى فضلات الإنسان وصلت إلى هالمنطقة سواء في البحر أو النهر أو البحيرة أو غير ذلك. والمؤشر يعني كما تعرفون، مثلا احنا نشوف مثلا اذا شفنا نخيل نقول احنا بالمنطقه الجنوبيه في البصره، اذا شفنا مثلا بطريق في نقول احنا بالقطب المنجمد، يعني اذن البطريق هو صار دليل ان على انه هاي المنطقه بارده، ما يعيش البطريق في المناطق الحاره، وهكذا كل وحده تعطينا داله، وهذا هو الدليل البيئي او الميكروبي او نفس التصنيف. اما البايو ماركرز فهو تعريفه مثلا بالإنزيمات الموجودة في اللعاب، مثلا إذا زادت في منطقة معينة نعرف أنه هذا إلى علاقة بالدايبيتيز، مثل السكري، مرض السكري وغير ذلك. يعني أجزاء معينة من جسم الإنسان إذا وجدنا بها أو بلاد جروب، إذا وجدنا مثلا أنه مثلا هذا الكوفيد، يعني مثلا كوفيد 19 أكو ارتبطوا بلاد جروب أي، يعني أكو هنالك ربط بين البلاد باراميترز و الفيروس، يعني هذه أجزاء من جسم الإنسان أو شغلة فسلجية تربط بها، هذا يسموه بايو ماركر، يعطينا في الدالة على أنه أكو مرض معين. ففرقنا بين الدليل البيولوجي أو الدليل الميكروبي مع المؤشرات الحيوية يسموها البايو ماركرز، مثل ما ضربت مثل علاقة اللعاب بالسكري، أكو علاقة جزئية بجسم الإنسان، هذا ميزنا بها الدليل. هسه هنا نقرا المحاضره اللي يقول the routine examination of environmental sample for the presence of intestinal pathogens and often difficult and time consuming, thus it has been customary to tackle such examination by looking for first for the certain indicator microorganisms. في شخص بهذا المصطلح الفحوصات الروتينية للانفايرمنت، يعني من أخذ عينة من مي أو عينة من تربة أو عينة من غذاء، تدلل أنه هذه الانتستين برزنس الباثوجين بالأمعاء is difficult and time consuming. طبعا هذه الهدف يعني، أو حتى تعرف مدى التلوث الميكروبي في التربة والماء والغذاء وغيرها. أنتوا معايا ألو؟ ألو؟ معايا أنتوا بالانقطاع؟ نعم، تمام. نستمر بالتوضيح. طبعاً هنا indicators microorganism، شنو هي الخصائص اللي حتى تكون الدليل الميكروبي؟ هو يكون أولاً نون باثوجينيك بكتيريا، ما نستخدم البكتيريا المرضية مثل سلمونيلا والفيبريو كوليرا وغيرها. occur in the feces of all warm-blooded animals، هي دائماً بكتيريا لا مرضية موجودة في فضلات الإنسان أو الحيوان طبعاً، والإنسان والحيوان مع موجودة مثل الشريشة كولاي موجودة بأمعاء الإنسان وموجودة في أمعاء الحيوان، وذوات الدم الحار يسموها. whose presence indicate that pathogenic microbe may also be present، ممكن أن تكون يعني الدليل الميكروبي أي كان يكون أيضا مرض، يعني ميكروب مرضي ممكن موجودة. these bacteria can easily be isolated and quantified by the simple bacteriological method،
وهاي الخاصية لازم تكون يعني طرق بسيطة، طرق بسيطة للتشخيص، ما نروح إلى طرق معقدة نحتاج وقت في التشخيص أو biochemical test وغير ذلك. Detection of these bacteria in water mean that fecal contamination has occurred and suggests that enteric pathogen may also be present. التحسس أو التشخيص للبكتيريا بالماء مثلا، مثل ما ذكرت أنه هي fecal contamination يعني إفرازات وفضلات الأمعاء ملوثة، توصل أن هذه تدلل على وصول الانتريك البكتيريا الداخلية الانتريك باثوجين may also be present. For example, coliform bacteria يسموها البكتيريا القولونية which normally occur in the intestines of all warm blood animal، مثل ما ذكرت هي موجودة في الأمعاء الداخلية للكائنات الإنسان والحيوان من ذوات الدم الحار. Or is created in great numbers in feces in polluted water. Coliform bacteria are found in the densities roughly proportional to the degree of fecal pollution. طبعا هذه الكوليفورم بكتيريا القولون هي موجودة بكثافة عالية وتتناسب مع شدة التلوث، يعني الأعداد إذا كانت عالية أكيد هنالك تلوث بكتيري، بمعنى فضلات الإنسان وصلت البيئة المائية بأعداد كبيرة، فالعدد يشير إلى شدة التلوث. Because of coliform bacteria are generally harder than disease-causing bacteria, their absence from water is an indicator that the water is bacteriologically safe for human consumption. شنو معنى العبارة؟ إنه إذا اختفت هاي البكتيريا القولونية بالماء للفحوصات البكتيريولوجية للماء، المعنى هو شرب الماء تقريبا، احنا اتهمنا اكو فرق بين تعبير نقول هذا ماء نظيف وهذا ماء صحي، اكو فرق بين التعبيرين، يعني ماء نظيف هو خالي من بعض الأملاح وغير ذلك، والماء الصحي هو خالي من الميكروبس، فالهدف هو شرب الماء، يعني هو قياسات شرب الماء drinking water بالعالم عندهم فدالة على هالمؤشر يشير إلى شدة التلوث. Many countries has adopted coliform، يعني تعتمد عدة دول تعتمد البكتيريا القولونية and other groups of bacteria as official standard for drinking water. هذه البكتيريا بعض الدول أكيد تعتمد القياسات البكتيريا على هالأساس for drinking water. Recreation bathing water هاي الوسائل الترفيه المسابح وغير ذلك. الويست ووتر ديسشارجز ايضا هم يشوفون ايش قد نسبتها بالفضلات تنترك من المنازل وغير ذلك. And various food ايضا في الغذاء تعتمد في هذه القياسات. Indicators microorganism has also been used to assess the efficacy of food processing and water and wastewater treatment process. طبعا هاي معتمده مثل ما ذكرنا في الاختبارات في صحة الغذاء وفي التعليب وغير ذلك، إيش قد أعداد بكتيريا موجودة من الكوليفورم. إذا ما أكو يعني صفر يعني الوسط نظيف وصحي. As an ideal assessors of fecal contamination it has been suggested that they meet the criteria listed. هذه طبعا أكو مواصفات كريتيريا تعتمد خاصة في تحديد شدة التلوث. تابل 6.1 مذكور the criteria for an ideal indicator organism. شنو الخصائص المعتمدة في يعني معرفة أو تحديد هذه الأشياء، يعني هل هي يعني المعايير، خلينا نقول كريتيريا تجي المعايير المعتمدة في أن نعتمد الدلائل الميكروبية. لازم أول وحدة the organism shall be useful for all type of water. لازم هذا الكائن المعتمد مثل شريشة كولاي في حساباتنا هو موجود في كل البيئات المائية، يعني بالبحيرة والنهر. The organism shall be present wherever enteric pathogens are present. هاي الكائنات موجودة حيث ما هي تدلل على أنه بكتيريا انتيروبكتيريسي موجودة في جاي من الأمعاء يعني مصدرها. The organism shall have reasonably longer survival time than the hardier enteric pathogen.
لازم الكائن المعتمد كدليل لازم يكون يتحمل وقت طويل ما ينحذف ببساطة من يعني من البيئة المائية المقصود بها حتى نشدها. دكتور. نعم. دكتور بالنسبة لزحمة لو إنه مشاركة المزمة لأن ما مسح من الملازم. أدري أنت ما عندك ملزمة ما وصلتك مش يوم المحاضرة ما وصلت. وصلتني بس مساحة إذا تقدر سوي لها عرض هسه حاليا على الشاشة. هسه إن أمكن يعني هسه خلينا نشوف. هسه أنت اسمعها وحتى خاف إذا خاف من الإنترنت مرات هم حساس بالتغيير. هسه إحنا نكمل أنت اسمع المحاضرة بابا وبعدين إذا أخذها من زملائك وغير ذلك يدزوها لك. تقايم تقى تسمعيني؟ أي دكتور. اي قدرين دزيلة زميلك دقيقة. اي دزيل هي The organism shall not grow in water. يعني ما تتكاثر بسرعة في المي. هذا الفقرة الرابعة. The testing method shall be easy to perform. الطريقة لازم تكون سهلة يعني من الخصائص مثل شري شكوالا 24 ساعة ممكن تظهر لنا بالانكوبيتر. نعم. واكو من الاخطاء الشائعه اذا تروحون مرات بس كتوضيح مرات في زيارتنا للبيوريفيكيشن ستيشن وحدات تصفيه المي هذه موجوده في كل مناطق بغداد يعني في القادسيه وفي العطيفيه اكو وحدات تصفيه مي. مرات تروح تزور الجزء المختبري افد نقطه هيك مهمه هذه الزور المختبر يقول لك ماكو عندنا كل بالفحوصات المفروض اكو عندك هناك ستاندرايزيشن لازم اعداد بكتيريا ما موجوده لشري على سبيل المثال لشري شكو دائما احنا مثال بسيط فهو مثلا يسوي لفتره الحضن 6 ساعات فمن يطلع البتر ديش للزائر يقول له شوف ماكو عندنا شيء ماكو نمو. الحقيقه هاي واحده من الاخطاء الكبيره لازم تبقى 24 48 احيانا بعض الانواع من البكتيريا حتى نكتمن فعلا اكو موجوده او غير موجوده. فهم ذولا بالمختبرات مال قصدي بالوحدات التصفيه احيانا يهمون الزوار او الناس المتابعين او المسؤولين يقولون شوف ما عندنا شيء او يخليها 6 ساعات ما يصير لازم فتره حضن كامله كنقطه هذه. فقصدي هنا الطريقه لازم تكون سهله. density of indicator gas field have some direct relationship to the degree of fecal pollution. هنا النقطة السادسة الكثافة مال هاي الدليل الكائن أو الميكروبي shall have some direct relationship to the degree of fecal pollution. طبعا هو هذه الكثافة تعتمد على الفضلات البرازية من الإنسان أو الحيوان أكيد. The organism shall be members of the intestinal microflora of warm blood animals. وهي الكائنات أكيد يضمن النورمال فلورا للأمعاء الإنسان والحيوان. نجي على type of indicator organism total coliform. هذه المحاور اللي ممكن هي تعطينا دلائل معتمدة لتشخيص أو تخصيص مواصفات الماء الصالح للشرب. لازم عندك عندك مواصفات standardization تقدر تشوف بها. المجموعة الأولى هي قلناها هذه القولونية الكوتوتال ايش تضمن which include الشريشة هاي أجناس طبعا مثل ما تعرفون يبدأ بحرف كابيتال وحروف مائلة كل هيك احنا كاتبيها لكم أكيد هي أجناس وبها أنواع مثل الشريشة كولا الشريشة هي الاسم binomial nomenclature يعني الاسم العلمي دائما ينكتب كامل بس احنا بشكل عام بنتكلم عن أجناس فأكو إياها species الكولا على ستروبكتر نيموني ستروبكتر انتروبكترز and كليبسيلا مثل نيمونيا على سبيل المثال الجنس والنوع. أسه هنا بس احنا اجناس مطفئة اذن اكو اربع اجناس سائدة بالكوليفورم بكتيريا. Species is relatively easy to detect. This group include all aerobic and facultatively anaerobic gram negative. فهي خصائصها تكون gram negative اختيارية لهوائية هوائية طبعا بشكل عام. Non-spore مسوي نسبة road shape بكتيريا that produce gut after lactose fermentation وهي شكلها يعني عصوي
وتكون تنتج غاز بعده تخمر اللاكتوز السكر. وهذه يدلل تخمر الفرمنتيشن يدلل على انتاج هذا الغاز دلاله على وجود هاي البكتيريا. هذا الموست بروبابل نمبر عاده تكون واضحه. The coliform group has been used as the standard for the assessing fecal contaminations of recreational and drinking water since يعني منذ طبعا since early in the 20th century. يعني هو هاي الدراسات الحقيقه وحدات التصفيه بدات في امريكا من سنه 1000 شيكاغو بدأت أول وحدة تصفية ماء وقاموا يقيسون هذا 1908 بدأوا بأمريكا وحدات تصفية الماء حتى يشوفون هاي المواصفات والريكريشنالز اللي هي المسابح وغيرها. Through experience it has been learned that absence of this organism in meat meal of drinking water ensure نتأكد the prevention of bacterial waterborne disease outbreak. إذا إحنا نأخذ 100 ميل وهي غايبة هاي البكتيريا اللي من أنواع ذن الأربعة ذكرتهن، هاي تدلل على صحة المي إنه خالي من البكتيريا أو الجراثيم الموجودة، وهي بمعنى ماكو وسيلة لانتشارها. فالقياس هو 100 ميل. إذا سمحوا مرة تطلع واحدة بكتيريا ممكن مسموحكو مواصفات عراقية وكم مواصفات أمريكية ومواصفات كندية تقريبا هي متقاربة. أكو فد جداول معروفة يقول لك هل قد أعداد البكتيريا مسموح أو غير مسموح، هل قد البي إتش، هل قد الكالسيوم مغنيسيوم. أكو مواصفات عراقية وعالمية من ضمنها كندية وأمريكية تبين الحدود الليميتيشن المسموح بها في طبعا المواصفات لقياسات صحة المي. Three methods are commonly used to identify coliform in water. These are the most probable number. ثلاث طرق نحدد بها وجود البكتيريا في الماء أو عدم أو غيابها. هي the most probable number خطوها بالعمل، البكتيريا الأكثر احتمال، العد الأكثر احتمالا، وهذه هم تعتمد على الدرهم تيوب. هاي خطوها بالعملي ما نتطرق لها بس تذكروها كبس طرق. The member filter هاي filtration أو member filters ال porosity مال 2.45 micron ونشوف وش قد الأعداد الموجودة واستنادا لأكو جدول أيضا نظر. وأكو طريقة ثالثة هي presence absence طريقة وجود وعدم وجود، هم هذه تفاصيلها بالعمل ما ندخل بها. الفيكر كوليفورم لشريشة كولاي أكو اختبار آخر يعتمد أيضا بصحة المي هو صحة المي هو الفيكال كوليفورم، يعني البكتيريا القولونية البرازية والإشريشة كولاي مع بعض. أكو نفس الطريقة هي بس أكو تغيير درجات الحرارة يعني معتمدة على ذن الاثنين. Also the total coliform group has served as the main indicator of water pollution for many years but many of the organisms in this group are not limited to fecal source. Those methods have been developed to restrict the insurance, the enumeration at the coliform that are most clearly of fecal origin, that is the fecal coliform. هي هذه طريقة يعني تقريبا أكثر حساسية وللحد من الأعداد حصرا خلينا نقول الضيف عن طريقة. هي الطريقة الأولى تكفي بس يعني هذه إضافات. These organisms which include the genera Escherichia coli and Klebsiella فقط حصرا بهذا النوع من البكتيريا ودرجة حرارة أكو فرق بيناتهن بفترة الحضن مذكورة ما ندخل في التفاصيل العملية. Klebsiella الفيكال كوليفورم هذا هنا نحصل إيه فيكال كوليفورم may be detected by method similar to those used for the coliform. نفس الطريقة بس أكو فرق في درجات الحرارة قليلا فترة الحضن 48 ساعة. هاي بطرق العمل إحنا بس نعرف إنه هاي واحدة من الأشياء المعتمدة. عندنا النوع الآخر للفيكال ستريبتوكوكاي يعني يسموها البكتيريا المسبحية البرازية. The fecal streptococci are groups of gram positive. هذا النوع الآخر هو المعتمد. ألو تسمعوني؟ ألو ألو
نعم دكتور وياك. إيه جيد، نبهوني مرة ترى الإنترنت ينقطع فحتى إيه. الفيكال ستريبتوكوكاي هو فيكال ستريبتوكوكاي ار جروبس اوف جرام بوزيتيف مثلا لانفيل لانسفيل جروب دي يسموه ستريبتوكوكاي. ذا فيكال ستريبتوكوكاي بيلونج تو ذا جينرا انتيروكوكس. اكو بكتيريا مسبحيه هي الانتيروكوكس ان ستريبتوكوكس، ذن اثنين من الاجناس الموجوده في هذا الاختبار. ذس جروب شير biochemical properties and have wide range of tolerance of the adverse growth condition. وطبعا ذني لهم تحمل واسع مقارنة البكتيريا الأخرى فتبدوها في الدلائل الميكروبية. The genus Enterococcus include Enterococcus avium وEnterococcus fasciam Enterococcus durianus. ذني أجناس ويعني اسم كامل اسم علمي كامل Enterococcus facialis هذا معتمدة أكثر. كيالس أيضا هذه معتمدة في الاختبارات في الدلائل. That characterized by their ability to growth in 6 وهاي مطي فقط 6 و 5 بالصوديوم كلورايد والPH 6 و 9 تتحمل pH قاعدي عالي درجة الحرارة 45 وهاي هاي الخصائص مالتها. The genus Streptococcus only is Streptococcus هذا الآخر Streptococcus bovis and Streptococcus cuneus are found in the animal. هذه عادة موجودة في الحيوانات. Enterococcus fecalis and Enterococcus fasciam are found in the human gut. هذه متخصصات في أمعاء الإنسان حصرا. It has been suggested that fecal coliform, fecal streptococcus أكو عندنا فد معادلة جدا مهمة في القياسات البيئية والقياسات الميكروبية. احنا ما نعرف هاي الاشيريا شوكولاي مثل على سبيل المثال والانتيروكوكاس والستربتوكوكاس هذني قد موجوده في الانسان وموجوده بالحيوان امعاء الحيوان. فشلون نميز هذا التلوث مصدر الميكروبي بالنهر يعني مي جانا هل هو مصدر حيواني الناس اللي تشتغل على الانهار عن التلوث الميكروبي؟ احنا عندنا تلوث ميكروبي ما يتلوث فيزيائي تلوث كيميائي. الفيزيائي الحراره والرطوبه والضوء، الكيميائي يعني الكيمياء نقول نميز بين احنا دائما عندنا هذا المثلث بالدراسات البيئيه ودراسات الميكروبيه دائما بيولوجيكال فيزيكال كيميكال. هذا المثلث دائما خلوا بالكم في كل بحوثكم بالتريدش بالنهر بالجبل بالوقت. فمن نقول بيولوجيكال يعني بمعنى بكتيريا وفيروس حتى تميزون انتم في هالمرحله، ومن نقول فيزيكال باراميتر او فيزيكال بوليوشن يعني الضوء واليوفي وغيرها شنو فيزياء. اما الكيمياء نقول كيميكال pollution شنو ايش نقصد بها؟ نقصد بها اللي هي شنو مثلا عندك CO2 مثلا عندك الرصاص زئبق يعني شيء كيمياء رموز كيمياء يعني كيمياء حتى نميز. مرات اكو طالب تقول له شنو العوامل الفيزيائيه ما يميز الضوء والمطر والحراره ما يميز عن الكيمياء وما يميز بنقول بايولوجيكال يعني الانسان والشجره والبكتيريا والعدد الفيروس نوسير. الفيكال ستريبتوكوكس هاي المعادلة مهمة شنو؟ إذا احنا حسبنا أعداد الفيكال كوليفورم على فيكال ستريبتوكوكس كل واحدة نطلع على صفحة، إذا قسمنا واحدة على الأخرى وطلعت النتيجة 4 فما فوق يعني مصدر هالبكتيريا هي مصدر من الإنسان. هاي أهم معادلة. وإذا طلعت قسمنا أعداد الفيكال كوليفورم على فيكال ستريبتوكوكس طلعت 7 فما دون يعني مصدرها حيواني، لأنه دائما الحيوانات مرافقة مثلا واحد يشتغل على نهر ما نعرف مصدر هاي البكتيريا هل هي من فضلات أمعاء الحيوان أم من أمس. هاي المعادلة تحسن من مصدر التلوث من الإنسان أو الحيوان مصدر كسول.
they rarely multiply in water. ما يتكاثر يعني نادرا ما يظهر لأنه ما يصير تداخل حتى مع البكتيريا الأخرى، فهو تقريبا عنده ثبوتية. خلينا نقول they are more resistant to the environment، أكثر مقاومة وستريس. ستريس هي العوامل المؤثرة، الملوحة وغير، مثل بالماء على سبيل الكلام على الماء وغير ذلك. يتحمل شدة ملوحة وكلورينيشن. الكلورينيشن يعني بمعنى استخدام الكلور، الكلور المستخدم في تصفيات المي. يعني عادة بالديستربيوشن سيستم هاي لما المي الصف يطلع من البيوريفيكيشن ستيشن وحدات التصفية المي يتوزع عبر الأنابيب إلى البيوت. فالكلورينيشن هو عملية ديسنفكشن، يعني هي عملية تعقيم أو تطهير بواسطة الكلور. الكلور المستخدم قناني بالوحدات التصفية الماء هو غاز قناني، كلور Cl2. هذا الغاز هو يستخدم للتعقيم ضد الباثوجين، ضد الباثوجين. شنو خصائص الكلور على سبيل المثال؟ احنا من هالنقطة هو يقاوم ريزيست إلى الكلور. الكلور هو يقضي على البكتيريا أو أي ميكروب. شنو الفكرة مالته؟ هو واليوفي والأوزون نسمع بيها بوحدات تصفية المي. هذا موضوع واسع وصحي كان تكلمت لكم عنه، ما نأخذ وقت من عدة، بس أتكلمكم عن الكلور. هاي القناني الوحدات التصفية العمال أحيانا ما عندهم ذاك الوعي، فيضخ تركيزه من الكلور عالي بالمي. هو سام كارسينوجينكس، سام ومسرطن. فهو المسموح مثلا نقول 1 ملغرام باللتر، يعني هل قد تركيز 1 جرام؟ 1 ملغرام باللتر يعني PPM، ملغرام باللتر يعني جزء بالمليون بالعربي. هو نفس PPM بار بير مليون. خلي بالكم هاي الوحدات انتو في هالمرحلة، وهذا الكلام ما لنا احيانا منتكلم ينطبق على فسجة بكتيريا، ينطبق على كل الاشياء. فالوحدات مهمة، ارقام بدون وحدات خلي بالكم اذا انت تخرجون ما تعني شيء. لازم رقم ويا وحدة، وكون دقيق بالوحدة، مو تخلي كيلو. فهنا العمال يخلون يعني 1 ملغرام باللتر، ويتصور مثلا بالصيف من تنتشر مثلا الفيبريو كوليرا او السالمونيلا تايفي بالصيف، عندهم مخاوف العمال يضخون كلور زايد. ولذلك نشتم رائحه الكلور بالحنفيات، مرات تجينا مي بكلور، يعني يضخ مثلا 7 ملغرام باللتر. ايش قد المسموح؟ قلنا 1 ملغرام باللتر او بار مليون. هو يتصور حتى يزود الدوز حتى يقضي على البكتيريا أو الفيروس أو الباراسايت، طبعا كل شيء بيه المي حتى يقتله. فهذا غلط، لازم تدكلمت مسموح بالمسابح، أكو كل شيء لقياس، أكو الكلورينيشن مثل ما وضحت هو إضافة الكلور في التعقيم، ديسنفكشن بالتعقيم. وذكرت لكم أنه هذا التركيز هو المسموح به للقضاء عليه. فهنا أنا بالعبارة أنه هاي البكتيريا الفيكال ستريبت هي أكثر مقاومة من غيرها إلى هاي الكلور اللي هو يستخدمه بالتعقيم. الأسلوب الوحيد بالعراق بطريقة قديمة. The persist longer in the environment، وهي لها خاصية أيضا تبقى أكثر فترة، يعني ما تضمحل في ظروف متغيرة من الوسط الماء وغيرها. الكلوستريديوم بيرفرنجس هذه طبعا دائما هي مثل ما نعرفها السبب بالنهاية الإصابات في الجروح وغير ذلك، هي بكتيريا السبب الجنجري وغيرها. is sulfite reducing anaerobic spore form. spore former يعني هي خصائصها معروفة، السلفيت اختزال السلفيت اللي هو إيش اللي هو SO3 تختزله، وهي بكتيريا لها وهي مكون السبورات. It is gram positive مثل ما rod shaped and exclusively of fecal origin. أيضا هي مصدر هم ممكن تظهر بالبراز. The spore are very heat resistant 75 إلى خاصية لمدة 15 دقيقة. السبورات مقاومة وهي طبعا خطرة بالنسبة للإنسان. persist for longer period in the environment، وهي لها خصائص تطول فترة طويلة. and are very resistant to the disinfectant، وأيضا هي مقاومة للمطهرات. it has been suggested that it could be an indicator of past pollution، وهي طبعا دليل أيضا إلى التلوث معتمدة.
an indicator of removals of protozoan parasite or viruses during drinking water and wastewater treatment. وهي طبعا يعني هي ايضا تعتمد يعني هي ايضا مثل ما قلنا كدليل. طبعا البروتوزوا والباراسايت والفيروس ارز also يعني هي واحدة من القياسات لمعرفة مو شرط فقط بكتيريا وانما عندنا باراسايت وايضا فيروس. البايو فيدو بكتيريام and بكتيرويدز هذني نوعين. They are anaerobic bacteria. هي بكتيريا لا هوية. Have been suggested as potential indicator. أيضا تعتمد من الكائنات البكتيرية في الدلائل الميكروبية. Because some biofeedobacterium are primarily associated with the human. هاي دائما تكون مصاحبة للإنسان حصرا. So they called help distinguish between human and animal contamination. إذا وجدناها بالمي البيوفيدوبكتيريا هذا تعني أنه مصدرها الإنسان ولا توجد في الحيوان أمعاء الحيوان. الهيتيروتروفيك بليت كاونت هذا نوع من الاختبارات الأخرى لمعرفة شدة التلوث الماء خاصة تستخدم بالجراوند ووتر أو الويلز الينابيع العفو الآبار. طبعا هنالك مشاكل كثيرة بالمياه الجوفية ومشاكل كثيرة بالبحيرات والبيئات المائية المختلفة. هذه طبعا احد القياسات اذا كانت الاعداد قليله او مسموح بها او ستاندرايزيشن. نعم تفضل تفضل اكو سؤال. الو تسمعوني؟ نسمع دكتور. الو اي يلا تفضل. بارك الله تفضل. ف this group included gram negative bacteria. تضمن البكتيريا السالبة belong to the following genera. هاي الأجناس هي كلها تقع ضمن الهيتيروتروفيك يعني اللي هي متباينة التغذية مو أوتوتروفيك. تضمن في البليت تدلل على وجود شدة التلوث كدلائل مهمة. مثل من included gram negative bacteria belong to the following genera. Pseudomonas المجموعة البكتيريا اللي هي أيضا Pseudomonas aeruginosa من ضمنها الإيرومونس Klebsiella Flavobacterium Enterobacter Citrobacter Serratia. هاي أنواع من البكتيريا أخذ إذا وجدت يعني تدلل على وجود هذه. Lastinobacters والبروتياس والألكيا جينياس هذه ايضا هم سائده والانتيروبكتر ان ميروكسيلا لان كل انواع الاجناس موجوده تقع ضمن هذا القياس. ذا هيتيروتروفيك بليت كاونت اوف مايكرو اورجانيزم فاوند ان ان تريت درينكينج ووتر. هاي طبعا دائما هي سائده او متواجده بالمياه اللي ما متصفات او منقات لشرب الماء. And chlorinated distribution waters. Distribution water. أيضا هي الـ يعني waters and chlorinated distribution. حتى بالوحدات التوزيع distribution system هم وحتى بالمي هم أحيانا تظهر أعداد محددة. فإذا وجدت بمعنى نظام التوزيع للأنابيب بين البيوت أيضا هنالك بمعنى المعالجة للماء. وبالمناسبة دائما المياه الجوفية ملوثة بالباثوجينيك بكتيريا واللي هي مثلا حتى السيدوموناس أحيانا تصبح مرضية لأن احنا عندنا بالوايلد ربما هي بالوايلد قد تكون هي ما عندها ضراوة فيريولانس فاكتورز بس من تدخل أمعاء الإنسان اللي يشربها الماء تصبح عندها ضراوة تشتغل أنزيمات خاصة تنتقل مواضيع بالجينيتك بالكونجيكيشن انتقال بلازميد أو انتقال بكتيريا إلى أخرى موضوع متداخل. بمعنى من كلامي دائما مثل الشيري شوكولاي بالوايد بالمي أحيانا ما اعتذرها مو مرضية بس من تدخلها مع الإنسان أكو أربع أنواع أو ست أنواع النسفية والغازية وغير ذلك. هاي مواضيع ما ندخل بيها فتكون تمتلك ضراوة عند دخولها فلذلك يعتبر ماء الشرب مصدر مهم والغذاء كذلك الملوث.
وكو هاندلينج يعني فود هاندلر، فود هاندلر يعني ذولا أصحاب المطاعم دائما يكونون ملوثة من نتيجة برازهم وغير ذلك، يستخدمون مطاعم يلوثون الغذاء أو الأشياء المقدمة يعني الفيكل. commonly isolated from the surface waters and the ground water. فمثل ما قلت يعني هسه الوحدات التصفية بالمناسبة مع توزيع المي لأن قديمة جو صار لها 40 سنة، فاحتمال صار بيها ليك، فهذه ما الفضلات الإنسان ما للبيوت ممكن أن تتسرب للمياه الجوفية، تتسرب إلى وحدات التصفية، وحدات توزيع المياه، ممكن أن يتلوث المي بأنواع معينة من البكتيريا. And are wide spread in soil and vegetation. هذا إن هم موجودات مو فقط بالماء، أيضا تتلوث الخضروات والتربة وغيرها. Heterotrophic plate count (HPC) indicate variation in water quality and potential for pathogenic survival and regrowth. وهذه الطينة دالة جيدة على أنه نوعية الماء وصحة الماء، هل هي متلوثة بالجراثيم، قد تصلنا من عدة مصادر. It has been recommended that the HPC should not exceed 500 per mil in tap water. طبعا هذه ضمن المواصفات العراقية والعالمية، يقول لك ما يزيد عددها بالمل عن 500، يعني إذا مثل 20 مسموح، قد تظهر لنا بكتيريا في زراعة البتردش، وخاصة في وحدة purification station اللي يزور محطات تصفية المي ممكن تطلع وحدة اثنين ثلاثة يعني neglected، بس ما تتجاوز 500 عداتها بالمل. البكتيريو فيج اللي هي الكلام على الفيروسات because of their constant presence in the sewage and polluted water. The use of bacteriophage as indicators of fecal pollution also being suggested as indicator of viral pollution. طبعا هذا الاختبار مو فقط احنا بنلقى البكتيريا بالمياه الجوفية بالبحيرة وغير ذلك والنهر، ايضا هنالك ملوثات فيروسات اذا وجدناها تدلل على ايضا، وهنالك كتات يعني الاختبار شدة التلوث، كتات لفحص وجود بكتيريا او فيروسات. Bacteria as indicators because the structure, morphology and size as well as the behavior in the aquatic environment of many bacteriophage closely resemble these of the enteric viruses. أيضا هناك مواصفات خاصة لمعرفة تشخيصها، وأكوكتات خاصة سريعة التحديد حاليا تظهر بالماء نقدر نعرف ملوثة بالفيروسات وغيرها. For this reason, they have also been used to evaluate and حدد أو نقيم viruses resistance. هناك فيروسات مقاومة to disinfectant. هناك أنواع من الفيروسات اللي تقاوم المطهرات اللي مثل الكلورين، اليوفي، الأوزون، الميتال، أكو طريقة الفضة والنحاس أيضا تستخدم. Evaluate viruses during waters and wastewater treatment and as surface and groundwater tracers. أيضا تستخدم في بيئات مختلفة. The use of bacteriophage as indicators of fecal pollution is based on the assumptions that their presence in water sample denote the presence of bacteria capable of supporting the replications of phage. طبعا وجود هذه البكتيريا، كل بكتيريا إلها، كل فيروس إلها بكتيريا خاصة ممكن أن يهاجمها ويتكاثر، فهذا يدلل إذا حددنا الفيروس نقدر نعرف نوع أكو بكتيريا موجودة بالماء، يعني يعطي دليل آخر. The phage have been studied as indicator was the somatic colophage which infect Escherichia coli. هذا الكولوفيج يعني إلى الوسط مالت الإشيريشيا كولاي. كل بكتيريا إلها خصوصية، كل فيروس إلها خصوصية أن يعني يدخل بكتيريا معينة. Host strain. Advantage of using colophage is that they can be detected by the simple and inexpensive technique that he had resist with months. طبعا هذا تحديد الفيروس ممكن نحدده بطريقة بسيطة وليس غالية، تقنيات هسه موجودة مثل ما قلنا كوكتات لمعرفة نخليها
بالما نقدر نعرفك وفلان فيروس وغير بالضبط خلال من 8 إلى 18 ساعة. نعم. بكتيريوفيج أوف بكتيرويس فريجياليس، هاي نوع من البكتيريا الفيروس اللي يدخلها البكتيرويد، have also been suggested as indicators of human viruses. الدخول وجود هاي البكتيريا لها علاقة بالفيروس المعنية in the environment، دلالة على أنه مصدرها موجودة بالإنسان. Bacteroid species are strict anaerobes and are major components of the human feces. وهي طبعاً لها علاقة بفضلات الإنسان حصراً. So bacteriophage active against these organism has the potential to the a suitable indicator of viral contamination. البكتيريا محددة وجودها ما قلنا لها علاقة وجود الفيروس مع البكتيريا. Bacteriophage of bacteroid fergalis appear to present only in environmental sample contaminated with the human fecal pollution. هذا حصرا موجودة في فضلات الإنسان. This may help to differentiate human from the animal contaminant. وجود هذا الفيروس وإلى علاقة بالبكتيريويدز بكتيريا تدلل على أنه ماكو تلوث حيواني مصادر من فضلات الحيوان إنما فقط في الإنسان. الويست ووتر تريتمنت اند بايو سوليد ريوز، هنا عندنا موضوع آخر محاضرة رقم 7 نشرح وين بنوصل إلى مسافة معينة. In the past centuries in cities simply collected waste and discharged them into the nearest lake, rivers or ocean. طبعا الويست ووتر هذا الفضلات المياه اللي جاي تجي من منازل وغير ذلك شلون نعالجها، والبايو سوليد اللي يسموها الفضلات الصلدة الحيوية اللي هي السلج الحمئي يسموها ريوز شلون نستعملها. هذا موضوع جديد، يعني شلون نتعامل هسه بالعالم قاموا يسوون، يعني حتى في امريكا والدول المتقدمه ماكو شيء ينذب على الـ على الـ على الانهار، يقولوا هاي قبل راسا شكوا قضايا فضلات تنذب على الانهار، بس الان العالم اكو مراقبه شديده، فلازم نعامل هاي المياه الثقيله والخفيفه. يعني حتى بالحمام مثلا هم هسه بالعمارات بامريكا وغير ذلك على سبيل المثال المياه الخفيفه مع الحمام يسوي لها ريوز، يستخدمون وحدات تصفيه ويصعدون المي الى اعلى طابق وممكن يزرعون الطابق الاخير بالعماره، يعني ماكو شيء ينذب. والمياه الثقيلة الفضلات الثقيلة إلها معاملة خاصة أيضا، هم يستفيدون من عدها ويستخدموها بالأسمدة وغير ذلك. يعني ماكو شيء الآن بالعالم يهمل أو كل مسوان. فمثل ما قلنا شلون نقدر نصف المي الآن، وقبل مثل ما يقول يذبوه على النهر والبحيرة والبحار الأوشيان، يعني المحيطات هنا جاية. But in modern day sewage is treated before it is discharged into the environment. هسه الآن يعني بدت هنالك وحدات تصفية حديثة لكل معمل لكل للبيوت، مو رأسا نرميها على الأنهار وسبب لنا هاي المشاكل مثل نفوق الأسماك اللي صارت وغير ذلك. هذا موضوع طويل لأنه الفضلات بأحيانا هيفي ميتال سامة وقاتلة، تقتل الأسماك تقتل البكتيريا تقتل الحيوانات النباتات وغيرها، فلازم تتعامل قبل رميها. حتى احنا عندنا مياه الحمد لله من المياه الينابيع والمياه الجوفية العراقية كلش كبيرة، ولا خوف من النضوب الدجلة والفرات لأن عندنا مياه جوفية بسبب أنه تركيا عالية تجي وراها سوريا تجي العراق، فالمي بالنتيجة يعني يهبط على العراق، العراق مثل صاير منخفض مثل فد نقرة بالنفط وبالمي. هاي من نعم العراق بالنفط نفس الشيء، النفط يهاجر المي يهاجر، فما عندنا مشكلة بالمياه، عندنا مياه جوفية على الحدود العراقية إيرانية وعندنا مياه جوفية الكلام عنها كثيرة، فما خوف من المياه. Domestic wastewater is primarily combinations of human feces, urine and grey waters. هذه يسموها المياه يعني يسموها مياه الرمادية، وهذا يعني خليط من الإدرار والفضلات الإنسان وبقية العناصر. Grey water result from the washing
باثينج، منين تجي؟ من مالية الغسل، من الحمام، باثينج and male preparation، وأيضا فضلات كل المواد الغذاء وكلها تحضر أو المخلفات الصب في المجرى مال البيت أو غيره، والنتيجة تروح له للنهر. Water from the various industries and business may also enter the system. أيضا تدخل من فضلات المعامل المختلفة various industries and business، كل هالمعامل وغير ذلك الصب في مجرى. The amount of organic matter in domestic waste determines the degree of biological treatment requires. Three tests are used to assess the amount of the organic matter. هنالك ثلاث طرق تحديدا لمعرفة شدة التلوث الحقيقي العضوي هو الأورجان. أنواع من الملوثات مثل ما تعرفون أخطون التلوث، أكو تلوث organic pollutant, oil pollutant, sound pollutant, thermal pollutant, chemical pollutant. هذني سانسلتك وخيرها من الملوثات على اسم البوليوتنت، واكو بوليوشن كلمة كبيرة، بوليوتنت الملوث. فالحقيقة هو اختارهن التلوث العضوي. ليش اختارهن؟ يعني واحد مثل يرمي حيوان ميت في دجلة والفرات، هذه راح تصير سبستريت للباثوجينيك بكتيريا السلمونيلا والفيبريوكولا وغيرها. فلما تتفسخ هاي الجثة هي مادة عضوية، وهي واحدة من مصادر قتل الأسماك بالإعدام. يذبون أشياء، موضوع ما أريد نتكلم به طويل، يذبون مواد عضوية حتى يربون الأسماك، وهي تستراكمت وسبب. قصدي التلوث العضوي واحدة من أشهر، ليش؟ لأنه انتشار البكتيريا المرضية إذا زادت المادة. هنالك ثلاث طرق مهمة لتحديد شدة التلوث هذا العضوي. أولاً biochemical oxygen demand، المتطلب الحيوي الأكسجين يسموه BOD، وchemical oxygen demand المتطلب الكيميائي الحيوي، الكيميكال المتطلب الكيميائي الأكسجين، والتوتال أورجانيك كربون TOC. هذين ثلاث قياسات جدا مهمة لتحديد شدة التلوث. يعني أنت بكرة تكون خبير في وزارة التربية، في وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، حيث ما تتعين أنت تقول أنا أريد أحدد مثلا هذا النهر ملوث أو غير ملوث. أقول له أنا أدي اختبارات كيمياء، أدي اختبارات بيولوجية وكيميائية، أقدر أعرف شدة التلوث. هن ذني يطلنا دلائل برج. يعني من أهم الاختبارات اللي يشتغل على تلوث المياه أو اللي يشتغل على تلوث التربة، العفو لا دخلنا على المياه الكلام هذا وليس على التربة، غير قياساتك. فتقول له أنا عندي قياسين جدا مهم أنا كبيولوجي، دي أو يسموه ديزولفد أكسجين، الأكسجين المذاب، والبي أو دي. هذني أشهر اثنين بقياس شدة التلوث. هذني إذا حددتهن، طبعا أكو أكسجين ميتر اتخذتوها بالتلوث بالعملي، إحنا ما نعيد الكلام، بس لني أهم. نعم أبا أكو كلام، أكو عندك سؤال؟ ألو ألو معايب بابا تقى معايب؟ عيدو نسمع. ماشي. فهذني أهم الخبارات. يقول أنا إذا أعرف شدة الماء هل هو صالح للشرب أو غير صالح. أكيد هنالك قياس اتخذتوها بالتلوث الـ DO dissolved oxygen 10 ملي جرام باللتر، يعني الماء جدا نظيف. 5 مشكوك به وسطي، إذا 1-2 الماء سيء، مثل الكواريوم مال الأسماك إذا تعاني يشوفه ماء وسخ، شوف الأسماك حساسة. إذا صير 4 ملي جرام باللتر تموت الأسماك، أقل من 4 حساسة جدا لنقص الأكسجين. فقصدي من كلامي أنه هاي القياسات جدا مهمة لمعرفة شدة التلوث. طبعا هي مرتبطة بالتلوث الميكروبي. لما أتكلم هسه عندما أتكلم شنو علاقة البي أو دي والأكسجين، هذني إذا عندنا مواد عضوية زايدة، يعني المي خابط، المي وسخ، كان تكون مثل الكواريوم مال الأسماك يشوفه المي تربت، تقول هذا المي وسخ، يعني الأكسجين قليل. البي أو دي والأكسجين علاقة عكسية، لازم تتذكروها. فإذا كان البي أو دي، إذا دي أو ديزولفد أكسجين 10 ملي جرام، البي أو دي لازم صفر، عكس لازم صفر البي أو دي. وإذا كان البي أو دي 8 أو 10 يعني الأكسجين عكسه، يصير يعني 1 أو 2 هالشكل. هي علاقة عكسية. فشنو معنى البيوكيميكال أكسجين ديماند؟ هو الكمية الأكسجين اللي تحتاجها البكتيريا، وحصرا الهيتيروتروفيك بكتيريا، البكتيريا الموذ مو ذاتية التغذية. فيقيسوها مثل ما خطوها ببطلين، يأخذون بطلين بطل، يعني في البطل واحد من أتن لايت يعني، ولا أخ مغطى. فيقيسون باليوم الأول الأكسجين، وراء 5 أيام يخلوه بحاضنة لمدة 25 درجة مئوية،
ولمدة 5 أيام يشوفون إيش قد بكتيريا استهلكت أكسجين لحتى تحطيم المادة العضوية. هذا هو معنى البي أو دي. فإذا كانت البي أو دي عالي بمعنى أكو مادة عضوية بالمي عالية، بمعنى أكو بكتيريا أعدادها عالية، بمعنى استهلاك الأكسجين عالي، حتى البكتيريا تشتغل، هي أوروبيك تشتغل، الأوروبيك بكتيريا وهتيروتروبيك بكتيريا. فهاي الدالة مهمة جدا، ومثل ما قلنا نخلي باليوم الأول نقيس الأكسجين ورا 5 أيام نخلي بطل بالحاضنة لمدة 20 درجة مئوية لمدة 5 أيام ونشوف الأكسجين. نطرح واحد من الأخ، فإذا كان باليوم الأول مثلا 5، باليوم الأول 8 ملغرام باللتر، وقست ورا 5 أيام طلع 6 ملغرام باللتر، أطرح 8 ناقص 6 2، يعني 2 قليل، يعني المي مو ملوث، يعني البي أو دي بعده. لكن إذا البي أو دي باليوم الأول 8 ورا فترة طلع لي 2 برا 5 أيام، يعني الأكسجين استهلك. فبدنا أطرح 6 عالي، قلنا 5 مشكوك ب0 جيد و10 عالي. هذا قياسات أخذتوها بالعملية. شنو هذا من كلامي؟ هذا هذه طريقة البي أو دي جدا مهمة لجماعة المايكروبيولوجي يشتغلون بالمستشفى هناك في، يعني عملت في دولة الإمارات، هناك عندهم منسيبلتي القياسات البلدية، درسنا في جامعة الشارقة اكو هيلث انفايرمنت، قسم صحة، يعني قسم العلوم الصحية يسموها بالعربي. فهم هناك الستاف جدا مهم يشغلوهم حتى يحدد شدة التلوث، يريد يسوي معمل يشوف الغذاء وغير ذا، كل هذه من الاختيارات جدا مهمة لتحديد شدة. فقصدي هناك الكادر مهم جدا مطلوب. فأنت عليك تبكر مايكروبيولوجي، تحدد بلدية، تحدد في الصحة، تحتاج هاي الاختبارات والمفروض تسويها. الكيميكال أكسجين ديمات هذه طريقة كيميائية تقضي على كل المادة العضوية، وهي والتوتال أورجانيك ماتر. السي أو دي راح نشوفها حتى لو من oxidations of organic and inorganic. دكتور الصوت يقطع. نعم رجع لكم الخط معايا. الو اي الو إيه ماشي بابا، قول لي نعم حتى إنه مرات الخطوط دي تتغير. خلي أكملكم هاي المحاضرة حتى تبقى عندنا محاضرة بعدين. فكونسيوم، فإذن هي كمية المادة العضوية، يعني بمعنى شدة المادة المرتبطة بكمية المايكروب اللي يستهلك طبعا من، فتحتاج كمية أكسجين حتى تحللها المادة العضوية وتبسطها. فإذا بي أو دي تيست is commonly used for this several reasons، عدة أسباب ليش نستخدمه إحنا كمايكروبيولوجي. To determine the amount of oxygen that will be required for the biological treatment of the organic matter present in wastewater، حتى نحدد كمية الأكسجين المذاب، طبعا إحنا كلامنا dissolved oxygen اللي تحتاجه الكائنات الدقيقة في تحطيم المادة العضوية الموجودة في فضلات الماء الملوث أو wastewater فضلاتنا. That to determine size of the waste treatment facility needed، حتى نحدد الحجم ال waste treatment facility needed، شقد حجم هذا العينة، يعني هي تطينا شقد شدة التلوث. To assess تقدر the efficiency of the treatment process، وتبين طريقة المعاملة كفاءتها. To determine compliance with the wastewater discharge permit، حتى تحدد ان هذا التداخل او المواد اللي هي موجوده اللي تفرز من فضلات المنازل وغيرها. الكيميكال اوكسجين ديماند is the amount of the oxygen necessary to oxidize
all of the organic carbon completely to CO2 and me. يعني من استخدم هاي هي طريقة titration دايكرومات البوتاسيوم هاي تحرق إن المادة العضوية تطينا تطينا CO2 ثاني أكسيد الكربون وهي المي كانت تحرق. يعني تحطم كل المادة العضوية ذيك مو كلها. قسم المواد العضوية صلبة يعني من الصعب تحطيمها بواسطة الميكروب. الميكروب ما يقدر على كل تحطيم. ولذلك هي بس احنا كبيولوجي نعتمدها. احنا مايكروبيولوجي بس الطريقة الثانية جماعة الكيمياء يعتمدوها. الكيمياء هم عندهم دراسات حول تلوث المياه يعتمدون السي او دي بس هن الثانية لازم نسويها بالقياسات اللي يشتغل على تلوث المياه. نورمالي ذا ريشيو بي او دي على سي او دي از ابروكسيمتلي نصف. دائما اذا طلع قيمه البي او دي وطلع قيمه السي او دي اذا قسم واحد على الاخر يطلع لي نصف النتيجه، بمعنى ذس ريشيو فيل بيلو 3. اذا كانت اقل من 5 من ذا سامبل كون contains large amount of organic compounds that are not easily biodegraded. يعني شنو من هذا الكلام؟ إذا كانت النسبة نصف يعني تقريبا مقبولة خلينا نقول، لكن إذا طلعت ثلاثة يعني البي أو دي إذا طلع بمعنى هذا العينة اللي سويناها الاختبار تحتوي على كميات عالية من المواد العضوية اللي هي ما تحطمت ما تحطمت. يعني هذا هو في الاختبار من سوي طلع اثنين يعني، لكنه السي او دي يحطم كل الماء معناه اكو مواد ما قدرت لها البكتيريا تحطمها صلده. توتال اورجانيك كاربون تي او سي هاي الطريقه الثالثه طبعا هي افضلهم. از ديتيرمايند باي ذا اوكسيديشنز اوف ذا اورجانيك ماتر وذ هيت اند اوكسجين. اكو طريقه في الجهاز تخلي الماده تسوي لها فلتريشن بالماء، طبعا تاخذ هذا الفلتر تسوي له فلتر المليبور فلتر وتاخذ هذا الفلتر ويسلطون عليه درجات حرارة وأكسجين يعني يحرقوها، بعدين يقيسون ناتج السي او 2. اكو جهاز يتحسس قد اكو سي او 2 نتج. كمية السي او 2 ناتجة كبيرة تعني كمية مادة عضوية عالية لايبريتد تحررت. Both TOC and COD represent the concentrations of both biodegradable and non-biodegradable organic in water. هذا القياسين المهمة واللي هي أفضلهن التي أو سي طبعا يقول أنه تمثل شدة تركيز المادة العضوية المتحللة كليا يعني مثل ما قلنا الأولى تسوينا بايودجريدابل. بايودجريدابل يعني التحليل الحيوي بواسطة البكتيريا، والنون بايودجريدابل هي الملوثات العضوية الملوثات كل مادة نون بايد يعني البكتيريا ما تقدر لها مثل الزجاج والبلاستيك وغير ذلك ما تقدر تحللها. فعندنا مواد أكو بعدين مواد صلدة مواد سيلوزية وغير ذلك ما تقدر تحللها بسرعة، لكنه الأولى تحطم المادة العضوية وإحنا لازم نميز. أي بابا أيضا من الاختبارات البسيطة إحنا بالماجستير والدكتورة نسأل الطلبة مرات ما يميز، ما قلنا بالبداية قلت لكم شنو فيزيكال كيميكال بيولوجيكال، أيضا مرات واحد ما يقول له شنو أورجانيك ماتر وشنو إن أورجانيك ماتر ما يميز. أنتوا بابا في بداية الطريق لازم تعرفون كل شيء، شنو البي إتش شنو كل شيء لازم أعرف، لأن أنتوا في بداية طريقكم إن شاء الله الصعود للدراسات العليا. من نقول أورجانيك ماتر يعني مادة بيها شنو كربون هيدروجين أكسجين، طبعا باكو سلفر وياها احتمال واكو نيتروجين، يعني ثلاث عناصر ذني أساسي مثل اليوريا. أي مادة ألو تسمعوني بابا؟ ألو أي دكتور؟ أي نعم دكتور. أي بابا قولي معك إحنا دكتور. أي فأميز من أقول أورجانيك ماتر يعني مادة بها كربون وهيدروجين أكسجين مثل سيلوز مثل كربون السكر وهذا البروتين ذني كلهم بيها العناصر، لكن لما نقول ان اورجانيك ماتر يعني مواد لا عضويه مثل ايش؟ مثل ملح الطعام ان اي سي ال سي او 2 الرصاص، هاي ماده كيميائيه ما بيها لا كربون ولا. فاميز مصطلح الاورجانيك وان اورجانيك يعني ابسط الاشياء نسال مرات الطلبه ما يعرفها. فاذا هنا الماده العضويه عندنا ميزتها زيتها وعرفت انه هي اقدر احطمها كامله، قلنا بالثاني والثالث اقدر اسيطر واحلل الاشياء الموجوده. زين عندنا الباثوجينيك مايكروورجانيزمز ار اولموست اولويز بريزنت ان ذا دوميستيك ويست ووتر، موجوده البكتيريا المرضيه
الباثوجين يعني اللي لا قابلين يكون مؤذي يمتلك ضراوة موجودة بالدوماستيك ويست ووتر فضلات المنازل. Numbers of pathogenic microorganisms may be excreted by infected individual. ممكن يعني هذه تنفرز هاي البكتيريا من خلال الناس المصابين. Both sympathetic, symptomatic and asymptomatic. يعني شنو ناس اللي عندهم أعراض ممكن وأيضا يكون ناس ما عندها أعراض ممكن individual may excrete pathogen ممكن يعني اثنين واحد ممتاز ما عنده أعراض مرضية بس هو هم تفرز هاي البكتيريا اللي المرضية اللي هي pathogenic bacteria. For example, the concentrations of retroviruses may be as high as يعني 10 virons per grams of stool. يعني هذا في قياس دي يضرب لك على فيروس أعداده هذه تدلل على أنه اللي إذا موجودة أعداده بالستول هلقد تدلل على أنه مصدر مصدر الفيروس عالي بالمي. يعني هذا يعطيك أكثر من هالرقم 10 فما دون ممكن يتواجد بس هذا رقم كبير لأعداد الفيروس في فضلات الإنسان ستول. Modern wastewater treatment نخلص هذه الفقرة ونتوقف الجزء الأخير بعدين. Modern wastewater treatment هي بها ثلاث وحدات. The wastewater treatment is the removal and degradation of organic matter under controlled condition. شلون نتخلص هي طبعا أشدها هي المادة العضوية ومرات يشوفون مي بعد التصفية يشوفون مي بصفار إذا تسوي فلتر للتربة يعني هاي اللون هو تعود للمادة العضوية. يعني إذا سوي فلتر هسه للتراب الصحراوي أو فلتر للتراب الغابات نشوف هذا المي ماله صافي لأن ماكو مادة عضوية خالية ماكو نباتات بالصحراء. لكن التراب المواد الغابات إذا أسوي له نفس التربة فلتريش بنفس الطريقة تطلع لون أصفر فاللون الأصفر هي هاي المادة العضوية. Complete sewage treatment comprise three major steps: primary, secondary, and tertiary treatment. هاي ثلاث وحدات ثلاث مراحل يتم بيها وحدة تصفية الويس ووتر تريتمنت. شلون نعالج هذا المي؟ مي وسخ يجينا من فضلات المنازل شلون انا اتخلص؟ لازم اصفيه للذبي على النهر بس هو ده يذبوه مباشرة على النهر. اول وحدة هي البرايمري المعالجة الاولية. برايمري تريتمنت از ذا فيرست ستيب ان ذا منسيبال سويج فضلات البلدية منسيبلتي بلدية منسيبال سويج يعني فضلات البلدية يعني فضلات المنازل. التريتمنت اند از انفولد فيزيكالي سيبريتنج الطريقة هي فيزيائية separating large solids from the waste stream such as branch and tires microbial pathogens are not effectively removed from the effluent in the primary process. هاي الطريقه هي تعتبر فيزيائيه يجمعون المي هسه راح نحكي على الشكل مالتها وانه نتوقف عند نهايته بالشكل. الطريقه انه طريقه يقول فيزي ريموفال نوخر هاي الاشياء الكياس تاير زجاج بلاستيك قناني نوخرها بطريقه اوليه ونسوي لها ترسيب تقريبا تترسف ناخذ المي الفوقها وهنا البكتيريا هنا يقول ما نقدر نتخلص منها بالمرحله الاولى. نعم اكو بكتيريا تلتصق بالاجسام الموجوده ممكن تقلل من نزيلها لكنه يظل البكتيريا ككميه ايضا موجوده بالمي. الطريقه الثانيه هي طريقه بيولوجيه secondary treatment consist of the biological degradation. شو نسوي له activation للبكتيريا بمعنى انت بكره خبير تصير يقول لك مثل هذا بير أو هذا نهر يعني شلون تخلصنا من هاي الفضلات المواد العضوية الموجودة به فتسوي له تضيف له aeration يعني تضيف له هواء البكتيريا تريد هواء مثل ما الأسماك بالأكواريوم تضيف لها ما تنشط فالبكتيريا الهواء من تدخلها هواء راح تنشط فالديجريديشن راح يصير سريع ومن ثم نتخلص من هذا العضوية بشكل سريع. In which the remaining suspended solid are decomposed by microorganism and the numbers of pathogen is reduced أيضا تختزل. This infection step is generally included at the end of the treatment. في نهاية المرحلة أيضا نضيف كلور أو نضيف أوزون طبعا أو UV بس دائما الكلورينيشن الكلور اللي هو Cl2 غاز يضخه. فيقول هاي الطريقة إنه هي طريقة بيولوجية أنا عندي مادة عضوية بالمرحلة الأولى ما أقدر أتخلص من هذه العضوية فعندي بكتيريا استخدمنا سترين معين مثلا سيدوموناس اريجينوزا بالاويل
السبايل اللي هو بالبقع النفطية وغير يستخدمون اللي هي ببساطة تحلل تجزئ المادة العضوية الهيدروكربونية النفط اللي طافي على المي فيستخدمون سريعة أسرع وحدة تجزئ. خلنا نفترض هالشكل فنضيفها أو حتى نبدأ نتخلص. إحنا عندنا بالمرحلة الأولى ما قدرنا نتخلص من الأرض. المرحلة الثانية استخدم مرحلة بيولوجية ضخيت مي ضخيت هواء ومن ثم نشط البكتيريا حتى تعمل على تحلل البكتيريا. فإذن هي مرحلة بيولوجية ولكن هنا يقول في نهاية المرحلة نضيف ممكن كلور يعني حتى نأخذ احتياط وبالأخير هم نضيف كلور. يعني الكلور إذا جهد المكان نقدر نضيفه بكل مرحلة حتى نخاف إحنا منين من الباثوجينيك بكتيريا الكلور على سبيل الفيبريو ونحتاج من السالمونيلا وغير ذلك. شنو موضوع الكلور؟ قلنا هو الكلور أنا لو أكو مجال أن أشرح لكم إياه. الكلور هو يولد الأكسجين الطري. يعني شلون هسه مثلا عندك الهيدروجين بيروكسايد H2O2 من يتحلل يعطيك مي وO هاي مادة سامة البكتيريا تريد تخلص منها. فالأكسجين الطري هو O يندمج هو اللي يقتل البكتيريا. هاي الفكرة مال الكلور. فبمعنى من أضيف كلور يعني أضيف يتولد بالمي أكسجين طري يندمج مع الباثوجين ويقتله. التيرشيري تريتمنت is involved a series of additional steps to reduce organic turbidity. احنا هاي المرحله الاخيره لازم اوصل مرحله اخذ المي صافي هسه المفروض لازم اتخلص. اذا هو فيزيائيه كيميائيه هاي المرحله اتخلص اختزل الاورجانكس الماده العضويه التربيديتي العكوره النيتروجين الفوسفورس الميتالز لانه فضلات المنازل شنو مثل بيها التايد شنو ابرز بيها عنصر هو الفوسفور سوى حساسيه لبعض بالنساء من غسل الالوان فضلات المنازل على راس النيتروجين والفوسفور ذن ابرز عنصر المهمه في تغذيه الميكروب ولذلك يصير بلومينج بالمياه اذا زاد النيتروجين والفوسفور قصة أخرى يصير يوتروفيكيشن أو الإثراء الغذائي تنمو النباتات وتنمو لأن يحبن العنصر الفسفور الذر نموها نيتروجين ميتالز العناصر اللي راح نتكلم في المحاضرة الأخيرة الأسبوع القادم نفس الوقت تقليدية ما عندنا بديلة إلها. نعم فهاي طريقة تقليدية فهنا يعني حتى نتخلص من بعض الميكروبات المادة العضوية المرحلة الأخيرة. فهي موضوع طويل بس هو هاي some types of physiochemical يعني جانبين treatments such as coagulation إحنا الترسيب مثلا نستخدم كلوريد الفرس كلورايد نستخدم الألم شب نعم الكوغوليشن يعني هو التلبيد أو يسموه أو فلتريشن يعني بيها عدة مراحل أو بواسطة فلاتر نصفي هاي العناصر والأشياء حتى المرحلة ديفيدت كربون الكربون النشط absorption of organics وممكن يصير عليها absorption ادمصاص أكو فرق بين الادمصاص absorption وأنه مفتوح الأدل جسمه ما عندي شيء بعد حتى وصلت للنهاية يعني ده سمعوني بابا الو الو اي دكتور جايز اي بابا يلا هذا السطر الاخير خل اوضح لكم والفرق فيزيو كيميكال تريت مسج اس كوجيليشن تلقينا بواسطه الالم الشب هذا الشب يستخدمون الشب اللي هو يعني كبريتات الالمنيوم المائيه اي ال اس او 4 الالمنيوم يستخدمون الشب 14 جزيئه ماء اتش 2 اس او 4 وفرس كلورايد هذه حتى يتلبد شكو اشياء تنزل بعد بالقاع أو يستخدمون طريقة فلاتر أو activated carbon adsorption of organic organics. الadsorption قلنا هو ادمصاص دائما العناصر هي تحمل شحنة موجبة وجدران الخلايا سالبة فيصير لها ادمصاص هي عملية فيزيائية. أما الabsorption هي عملية كيميائية امتصاص كما تحصل بالعناصر امتصاصها بجذور النباتات ففرق بين adsorption وabsorption of organics. Serve osmosis and additional disinfection. Reverse osmosis RO يستخدمون بالبصرة يقولون مي RO أو في المناطق ما عندهم هذا الRO هو عكس الأزموزية. الأزموزز
تعلموا هذا المصطلح. الأزموزز هو عملية انتقال جزيئات، أكو فرقوا من يقول لك شنو الأزموزز بفسلجة البكتيريا، هو انتقال جزيئات الماء من الوسط العالي إلى الوسط الأقل عبر البلازما ممبرين. فهنا الـ RO هو عكس الأزموزية، هذه ما يضخو على فلاتر قوية بضغط عالي فتنتقل للجهة الثانية المي الصافي، فيصير عكس مفهوم الأزموزية، ومن ثم تبقى الأملاح بهذه الصفحة بهذه الجهة الأخرى. هذا مفهوم الـ additional disinfection. وبعدين آخر مرحلة يضيفون additional disinfection. disinfection نضيف المطهرات اللي هي الكلور، أو عندنا مثلا اليوفي نسلط الماء على يوفي حتى نقدر، أهم شيء إحنا نخاف من الباثوجين البكتيريا المرضية. بس هنا أنا بدي أن أسمع إلى أسئلتكم، بس راح آخر شيء أشرح لكم هذا الشكل، وهذا يجي احتمال رسم يجي نعد سؤال ده. هذا شنو هاي الشكل هذا؟ هو هذا وحدة تصفية مي. شو ده تشوفون بالأزرق بالأخضر بالبرتقالي هو البرايمري، برايمري وبالأخضر سكندري. هذا دايجرام راح يشوفون المي الوسخ اللي يجي من فضلات المنازل يطوب على البار سكرين، يعني أول محطة يطوب فت خزان حتى يصير ترسيب وغيره. يعبر هذا المي من بدأ يشوفون من الأعلى تقريبا، يعني يجي منها ويصير بالوسط، يأخذون المي الصافي يصير بها ستلينج تشامبر، بعدين ستلينج تانك هذا كل هالمي المترسب، وبعدين يجي إذا تشوفون يعبر على يعني يأخذ السهم إلى المرحلة الثانية إيريشن تانك، يضيفون أكسجين، فيأخذ إذا تعاينون على الأنبوب يأخذ المي الصافي من الأعلى مو من جو، هذا يصير ستلمنت، يصير سيدمنتيشن ده ينزل من الأسفل يروح إلى آخر شيء هو الأنيروبيك سلج دايجستر، هذه المواد الحمأ اللي هم يستفيدون من عتب العالم كمخصبات بيستخدمونها بالزراعة ويضيفوها للتراب. فده يشوفون الأنبوب يصير من أعلى التانك، فحتى شنو تتحطم المادة العضوية وتنتقل إلى الستلينج تانك بالمرحلة، يعني إحنا بالسكندري يجي المي أيضا العالي من الأعلى يبتر إلى الساد أو ميكس ميديا فلتر. إحنا قلنا آخر مرحلة المرر بالترشري، المرر المي على الرمل حتى شنو شكو بكتيريا وما العضوية تشلب بالرمل، لأنه البكتيريا تمسك بالرمل وتسوي بايوفيلم، من السو بايوفيلم تفرز هاي البكتيريا مواد غلايوكاليكس مواد سكرية وتمسك بأي شيء يمر عليها، هذا موضوع بالبايوفيلم نشرح عليه. وبعدين المرحلة الأخيرة disinfection tank مرحلة التعقيم حتى نتخلص خافك وبكتيريا مرضية، ومن ثم تخلصنا من المادة العضوية وتخلصنا من الفوسفار وتخلصنا من كل الأشياء، وآخر شيء التعقيم، ثم يرسل إلى وحدات التوزيع distribution system للمنازل. هاي فد نظام يعني هاي schematic of the treatment process typicals of modern western water treatment. واضح هذا هو schematic of the treatment، يعني schematic فد مخطط يقول the treatment process typical of modern western. هاي وحدة تصفية حديثة. اللي جاي عندكم أسئلة بابا؟ أكو واحد ده سؤال؟ ألو؟ لا دكتور. إذا أكو سؤال بابا تقدرون تسألون. إحنا كانوا بودنا بالصف، إذا كانت أسئلة إذا كانت هون لحظات كثيرة هي بالنتيجة حتى تستفيدون من عتها كنقاط رؤوس نقاط يعني مستقبلكم، ومن ثم تبحثون على أشياء. بس أنا أقل شيء أعرف الأشياء اللي تكلمت بها حتى نستفيد من عتها بحياتنا اليومية. دكتور بس بلزح. إذا ما عندكم سؤال. إيه تفضلي بابا. تفضلي. شو اسمك؟ ها؟ بسمة مهدي. اسمك بابا قولي شنو؟ زين تفضلي بسمة بابا. دكتور بس ملاحظة لي. أدزوربيشن يعني طيبنا ملاحظة وصوتك قطع بوقتها ما قدرت. إيه أكو فرق بابا اسمعيني بابا أدزوربيشن أد أيد. عجيب يعني هذا الانترنت ضعيف. هسه بابا تسمعوني بابا؟ أعيد.